même mis un devant ma feu pour que tu pourrais le Bachar Kamel qui est le premier dialogue. Et alhamdoulilah, on est فرحان بهذا هاد البلاد كنتمنى لهم التوفيق وكنقول لهم صبروا كتجي وقتكم ان شاء الله وبعدوا على الكارو وشربوا لا دروك باش تقدروا ديروا المستقبل ديالكم. شكرا لك. لا تعلون هذا حاضر لقميراتيري نيش تكريم نيش تستيرين ملكة الجمال ملكة الجمال شو ماسكي ذاوين يوين تيزك حبل ملوك لاتينين أعقى الملوك أويل هذي قاسي كان الشان لاتكار كويا سواس كويا سواس لسا كان قمة عقاية الملك أعقى الملوك لاتينين جمع الملوك لأنه وفرد ملك الملوك لأنه لاتينين الملوك هاوشي ناس القيمة أخينا نشان الملوك لاتينين الكري مدنا الهيثم من المناظرين نقمين في الرايه الملك نيوزن الشعب نتعاوني نالني كان الحرب نوفي الثمازير نادي من الاستقلال ناس الغرواس لكاثم والحمد لله ثمازير غميدة ودور أخذها وشكرا. شكرا. تأهيل مدينة
اطار سياسه المدينه الذي يناهز غلافه المالي 100 مليون درهم. وبهذه المناسبه نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في بلورته، بدءا بالسيد عامل والطاقم التقني من عماله والجماعه والساده والوزراء، وعلى الخصوص السيد وزير السكنة والتعمير وسياسة المدينة، والسيد وزير الطاقة والمعادن والماء والتنمية المستدامة، والسيدة الوزيرة المكلفة بالماء، والسيد وزير الثقافة. كما نلتمس من السيد وزير الداخلية أن يطلق سراح هذه الاتفاقية التي بقيت عالقة في دواليب إدارته لأزيد من سنة. كما أنوه بكل شركاء في مختلف القطاعات والمجالات، ونخص بالذكر السيدة الوزيرة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، السيد وزير الصناعة التقليدية، الوزارة المكلفة بالماء والغابات بالمياه والغابات، السيد وزير الشباب والرياضة، السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك المجالس المنتخبة على رأسها مجلس زيادة فاس والمال، وكذلك الخزينة العامة للمملكة على الدعم الذي تقدمه للجماعة، والمركز الجهوي للاستثمار والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى المؤسسات الجامعية جامعة الأخوين وجامعة محمد بن عبد الله. وهي القطاعات تستمتع بالفقرات المتنوعة الغنية لمهرجان التراث والفن والثقافة والتعايش مهرجان بملوك مدينة سروق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا، مرحبا سويين بيانفنو. هالضيوف هالوجوه طيبة، إذا مرة أخرى سادتي سيدتي أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم في مدينة سروق جوهرة الأطلس المتوسط حديقة المغرب، وهذا هو اللقب المعروف عالميا. وغادي نرجع مرة أخرى إخوان ديال سرية الموسيقى البحرية الملكية من البيضاء، فواصل الموسيقية خالدة أتشعت ديالكم.